سعد المنصور واقول له الف الف شكر على موقفك الشجاع. انت مسكت البلد في فتره الناس يخافوا منها، لكن انت كنت شجاع وما خفتش ومسكت البلد، والسنه اللي انت قعدتها كنت نعم الرئيس، نعم الناصح، نعم الاب لينا، وسلمت البلد لايد امينه بخير. ان شاء الله يكون عند حسن ظنك يا سيد المستشار عدلي منصور، يكون عند حسن ظنك الرئيس السيسي الجديد، وجزاهم الله عنا كل خير يا رب العالمين. واتمنى من الله تستقر والناس بقى تشتغل خلاص. احنا بقى مصر كانت تايهه مننا يا جماعه، واحنا ان شاء الله احنا النهارده لقينا مصر. انا في ايام الفتره السوداء اللي فاتت ديت كنت هنا في الاتحاديه وعملت يافطه وكنت كاتب فيها محدش شاف مصر يا اولاد الحلال، كنت بدور على مصر. النهارده لقينا مصر، النهارده احنا لقينا مصر الحمد لله رب العالمين.